الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد لله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يا أبا الفضل لا ترم من منزلك أنت وبنوك حتى آتيكم فإن لي فيكم حاجة قال فانتظروه حتى جاء بعدما أضحى فدخل عليهم فقال السلام عليكم قالوا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته قال كيف أصبحتم؟ قالوا بخير نحمد الله فكيف أصبحت بأبينا وأمنا يا رسول الله؟ قال أصبحت بخير أحمد الله فقال تقاربوا تقاربوا يزحف بعضكم إلى بعض حتى إذا أمكنوه اشتمل عليهم بملاءته ثم قال يا رب هذا عمي وصنو أبي وهؤلاء أهل بيتي فاسترهم من النار كستري إياهم بملاءتي هذه قال فأمنت أسكفة الباب وحوائط البيت آمين 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 والأسكفة هي التي يقال لها العتبة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد